قولوا له هو الواحد شو ما طلب يدفع على الأقل. قهوة الفقراء، قهوة الدراويش هذه. هيدي قهوة المعطرين الدراويش. بيلعبون ترتيب وراء سبع دقوق يعني. مثلا قدين يزيد قطيع عدل بإيده بإيده 50 30 20 9 معي. بيمشوا بيلعبوا تسع دقوق هون، هون ست دقوق بزيحوا، السابعة النهائية بيرجع بيلعبوا برتيد تاني مثل أربعة أيام كبيرة. إذا بقول لك أعطيني كباية شاي، هذا بقول لك أعطيني بيبسي، هذا بقول لك فنجان قهوة، شو بدك تقول له؟ لا كله بعدك؟ ألف كله بعدك كله بعدك ألف ليرة على الشخص بلاش صندوق البيبسي كان حقه هذا الازازه بترجع، ما احنا ما بنجيب تنك تنك ب 1005 و 2000 يعني. الغالي ما بعرف نشرب تنك اليوم، نحن ما عندنا الا شوي فلت نغله اكلق عجم بسموه قديم. كان حقه 9 حقه 22 29000 البن كان حقه 12 13 حقه 30000 الفحم كان حقه 14 15 حقه 40000 بتفضل تخسر بس انه تضل مركز على روح بي كمان. شو بدنا نغلي؟ عالم ألف ما معها تدفع. ألف ليرة بيجي واحد القهوة ما معه. أخذني على جنب، قال لي والله عم عليهم. ما معه ألف، شو بنعمل؟ ابن بيروت. كثير كثير يعني الوضع وأهل بيروت كثير كثير صعب صار. احنا اللحمه من اول ما غليت في ناس ما جابت على بيوتها لحمه. يلا الغناية عميان، الغناية عميان وكملت علينا قصة البنوكي لا حول ما بقى عميوا على الاخر. هلا هيدي وصلنا هون ما بعرف شو بقى وين رايحين، الله بس بيعرف. هلا صار عندنا وقت نلعب، لا شغله ولا عمله. اعطي بلا شغل ما بنتسلى. هاي طريقة جديدة كانت رمل. بي اجت ست رولا شامية مرة عملت مقابلة مع بي، هلا هيدي عمي حكاها بيروتي، اختي حكاها بيروتي انه هيدي كانت رمل كلها. بلشت دولة توم زفت، صاروا طلعوا البسطة فوقها وبسطة تحت. نروح نشوف شو طريقة جديدة سموها ومشي الطريقة الجديدة.